الاجتماع نتاع اليوم كان صعب مثل الاجتماع نتاع البارح والبارح، كان فيه نقاش حار وكان فيه ايضا مشاكل مع الاعضاء نتاع لوباب فيما يخص السحب من السوق من باريلات. ووصلنا في اتفاق اليوم على مستوى لوباب باش نسحبوا 300,000 باريل من السوق، والدول غير العضو المشاركة في لوباب تسحب 400,000 باريل، يعني في المجموع غادي نسحبوا من السوق 1,200,000 باريل. يعني عطينا إشارة قوية للسوق، وراك تشوف اليوم السوق رد علينا، واجب استوجب لهذا النداء، وطلع الثمن السعر نتاع البرميل ب 5%. يعني هذا قرار ايجابي للبلدان العضو والبلدان العضو غير العوض للمشاركه. وانا نظن باللي هذا الاجتماع كان صعب لانه طال 3 ايام، وفي الاول كانوا وجهات النظر بعاد ما بين البلدان العضو في المنظمه، والحمد لله وصلنا الحمد لله لاتفاق جيد. اتفاق جيد هذا اللي غادي يدوم 6 شهور حتى الجوان 2019، ونشوفوا ان شاء الله في 2019 في افريل باش نقوموا السوق كي غادي يكون ذاك الوقت. والقرار الاخر اللي اخذناه هو ما نستجبوا للطلب تاع السوق بصفه رابيدمون، اون فا ريبوند على فارياسيون دو مارشي رابيدمون، اون فا با ليسي لو تون باسي. شاك فوا كو لو مارشي رياجي، اون فا رياجير افيك سو مارشي بور مانتينير لا ستابيليتي اي بور مانتينير دي بري كي سوا دي بون بري كي سوا دابور بور لي برودكتور، des prix qui soient raisonnables pour le producteur, pour les consommateurs et pour les investisseurs. Sachant pertinemment que c'est des prix trop volatiles, donc on reste vigilant au niveau de l'OPEP, le Godo Yakidin, le Mondama, pour nous suivre les prix qui sont en train de marcher avec l'IM.